ويك ويك فتح جالي وكوكو فتيح ديالي فاتحة كانت تبغيني عماشي طالع باش نتسيني فاتحة كانت همة وشان وسط ميات بنت انا يا تبان ويك ويك ديالي ماما فتيح ديالي ويك ويك فتيحة ديالي ماما فتيحة ديالي دونك انا كمال كمال الفيلالي والاسم الفني هو كمال هبالينا تحيه لهذا الموقع هذا اللي سميتو اشواق تحيه لهم اللي استضافوني وعطوني واحد كما كيقول لك واحد الفرصه كنعطيكم انا واحد التحيه منا من هذا المنبر هذا وكنعطي واحد التحيه كاع للجمهور الكريم الذي يشوف هذا الفيديو ان شاء الله طال غيابك يا غزاليك أراكي طولتي في الغربة شديتي الحقد اللالي عليا وعلاج للغضبة طال غيابك يا غزالي أراكي طولتي في الغربة شديتي الحقد اللالي عليا وعلاج للغضبة تيرارارارارا تيرارارارا تيرارارارارا تيرارارارارا ومادام كاين لي صبوار هو علاش كان قطعوا لي ياس لي جامي تروطار فتيحة يا نبغيك بزاف كمال هبالينا كمال هبالينا ولد مدينة وجدة ولد الشعب يعني واحد الحي الشعبي الموسيقى بالنسبة لي هي أنا بالنسبة لي هي حياتي ما عادش نقدر نعيش بلا موسيقى هذا هو كمال الميدان الفني بالنسبة لي أنا بديته أنا واحد اللاجئين اللي ما كانش خصني نبدا فيه إن علاش مجرد من انتمائي للأحياء الشعبية يعني وأنا ولد الشعب كما قلت لكم يعني كانوا كيجيو دوك الأجواق فوالا فوالا من ديك الوقيتة وأنا مولوع يعني مولوع وكنت كنتصور بلي واحد النهار نقدر حتى أنا نكون مغني مانيش عارف واش وصلت ولا مازال الحقره ماشي غير انا اللي تعرضت لها ولكن انا تعرضت لها بزاف عند الناس ربما ماشي انايا اللي فيا جميل تحيه للجمهور ما تنخلعوش من هذه الكلمه انا اللي فيا جميل هو الصوت ديالي والقلب ديالي ولكن هكا ربما انسرع على حساب ما عرفينش كي نديرو نصاوبو الجميل دونك هذا هو الاحتقار كيكون غير ملي انت الانسان علاش حنا ديجا حقاره بالنسبه لي انا النجاح نتاع الاغنيه هي الاغنيه تغنت بصدق وتغنت بواحد الروح فنيه ووصلتها من الاحساس على الجمهور الكريم بعد مرات بحال مثلا انا كنت نسمع واحد الناس قبلي فنانه قدام كانوا كيقولوا هادو صحاب اللي كانوا يديروا دو سوكسي كيقول لك ودي لي سكسي كيشغل راسو حتى هادي جات راسها سير بيان سور ان علاش انا الاول بعد انا اللي در انا درت لها البوز يمكن انايا كنحبها انا كنحب هذا المغني اللي سميتو كمال هبالينا انا كنتصنت له فعلا لقيتو باللي غنى الاغنيه بصدق وعطى واحد الحاجه جديده لهذا الكون يعني المغرب بعد المغاربه وخصك تعرف باللي الاغنيه ديالي راه تشهرت في العالم راه كلشي كيتصنت لها راه في اوروبا في افريقيا في امريكا يعني كاع الناس كيتصنتوا لها الكور كيشطحوا عليها هما كاين لي فيديو في الصفحه ديالي اللي بغى يدخل الفيسبوك يدير كمال الفيلالي هادي تلقاو تماك دي فيديو مصيفطينهم لي ناس برانيين يعني كور ماشي عرب كيشطحوا على الاغنيه صافي راها ناجحه هي بصراحه كتحس بواحد الفرحه ولكن ما حسيتش بالخلعه يا فرحه ان انا كنت كنتظر يجي واحد النهار اللي يكون الدور ديالي علاش انا كنغني بالاحساس وكنغني يعني مي كنوصلها من القلب يعني انا ماشي انا كمال هبالينا ماشي مصطنع كمال هبالينا هذا هو ربما على ما شفت انا في مواقع التواصل يعني في اليوتيوب وكذا قريت دي كومونتير كنشكر واحد الناس واخا ما كنعرفهمش انايا اللي زعما قال هما اللي قالوا ماشي انايا احترامات انا داك الفنان تاع الفا بلوندي راه عالمي وفنان كبير ونتعلموا منه وكيعجبني انايا ولكن قالوا لي انت غنيت حسن بيه ما عرفتهاش الجديد ديالي يعني انا براسي
انا براسي راني جديد، انا براسي انا جديد لهذا العالم، يعني اول مره هذه اكتشفني الجمهور المغربي. ان علاش كنت انا مغمور؟ يعني كنت مغمور وكنت محقور وكنت بزاف تاع الصوالح يعني اللي صراو لي انا في الحياه ديالي، ولكن كنشوف انا باللي ربما نتمنى من الجمهور يعطف عليا، دونك يعتبرني كولد شعب وخوهم، نتمنى باش يزيدوا المهم يشجعوني. انا ماشي فنان، انا مطرب، انا كنطرب، دونك الفنان هما اللي راهم في السوق دروك، المهم الفنان هما اللي كاينين في السوق. لحد الساعه انا مازال ما شديتش الفلوس تاع الموسيقى، انا مازال ما شديتهم فلوس الموسيقى، مازال ما شديتهم انايا، لانه انا ما عنديش البطاقه تاع الفنان، والبطاقه تاع الفنان احترامات كاع الفنان اللي راهم يديروا هذه البطاقه. انا عندي كمهنه، انا عندي في لاكارت ناسيونال فنان، شهدت لي عليها الحكومه. فما سمعنا بلي كاين قوة ملك الراي، واش انت ملك الراي؟ نو انا فعلا، انا هذه كاين ملك الراي باغ اكزومبل، كاين هذا الشاب خالد مثلا لاحتراماتنا ليه، ولكن انا الا وقفت مع فلسطين راه ما تش يقدر يوصلني، ما ديش يقدر يوصل لي حتى في الدومي ديالي. انا بليس دو سون، المهم انا مالك نتاع الهبلانه، انا العالم ديالي الا ما كانش الانسان ربما ما يكونش من هذا الكون، عادي يقدر يدخل العالم ديالي. انا العالم ديالي كاين، ربي عطاني انا وحدي، لا هما في السكر انا بلان. راك تصير بلي تمجد عليهم. انا قلت لك هما سكر انا بلان عامر، هما في. واش تقول لنا الشاب حسني؟ هذاك القدوه، ربي يرحمه في هذا النهار، ربي يرحمه ان شاء الله في هذا النهار. حسني انا قبل ما نكون هبالين كنت حسني، انا مي كان حسني عاد حي الله يرحمه، انا هنا في المدينه تاع وجده، هما كاين الناس اللي راهم غادي يشوفوا هذا الفيديو، غادي يشوفوا لا فيديو، انا كان يلغوا لي حسني، ولكن انا يا بغيت نبدا واحد لو ستيل ديالي جديد، هذا هو اللي سميتو هبالينا. دونك انا علاش تخليت على ذاك تخليت على ذاك المرحوم، ما بقيتش كنغني له صوالحو، ولكن مي كتكون مثلا هكا حفله ولا شي حاجه ولا كيطلبوا مني الدراري كنأدي، وإلا أديت لكم حسني، وإلا الجمهور المغربي كيبغي حسني وبغاني نعاود ندير له نعاود الأغاني نتاع حسني، غادي نكون. إن أنا ديجا قالوا لي بلي أنت يا فايت المرحوم بدو ميزور. بيان سور، المهم هذا هو منا بدا الاحتقار. أنا خمسة نتاع المرات وأنا كنشارك في ستوديو دوزام اللي كيجينا لوجدة، وكنكون أنا هو مول ستوديو دوزام، أنا هو مول ستوديو دوزام، كيعرفني رشيد العلالي، كيعرفني هشام مسرار، كيعرفني صامت، كتعرفني كريستينا، كيعرفوني كاع ديك لاكاباج اللي كانت تجي، كاع دوك الناس اللي كانوا كيجيو، كانوا كيقيموني، يعني كيهزوني من فوسط الف نتاع المشاركين، كنبقاو حنا ثمانيه، وانفان ما كانوش يديوني، وملي كنمشي نسقسي اللجنه، كيقولوا لي انت يا الغنى ديالك واحد الكون اخر، انا الله يخليكم ما عرفتوش، ما فهمتش، كيقولوا لي اودي يعني انت يا عندك واحد الصوت، يعني عندك صوت ما عرفناش داك الصوت ما فهمونيش، ودونك انا غير كمال هبالينا، غير انا الاغنيه اللي كنت كنقلدها باش كنفوت معاهم الكاستينغ كنت كنغنيها بواحد الطريقه ديالي، وهما ملي شافوها بالطريقه ديالي ما فهموهاش، اونفان قالوا لا ودي بلي حنا غير خدامه، يعني كيقولوا لي انت هو مول الكاستينغ، انت هو توب، وانت هو اللي ان شاء الله غادي نستضفوك واحد النهار ان شاء الله، ما استضفونيش، ولكن معليش انا اللي نخدم باش هادي يستضفوني هما، ماشي انا نمشي عندهم هما اللي غادي يعيطوا لي، انا راني خدام بواحد شويه تاع الامكانيات. بالنسبه لي ايمن السرحاني مهرج. مهرج؟ مهرج. سامي راي ملك الراي. ما نعرفوش انايا. طارق السامي راي. ما نعرفوش. تقول لنا الشاب نصرو. الشاب نصرو قدوه نتاع واحد اللاج. نتاع واحد اللاج تاع 36 37 عام، باقيين كيحسوا بداك الشيء نتاع الغرام اللي فات القديم، وفوالا فوالا. بصح اليوم كنشوف انا باللي هذا المنبر هذا ديالكم، كنعطيكم انا واحد التحيه، نعطي واحد التحيه لخويا الشاب نصرو اللي يمكن ان شاء الله غادي نديروا انا وياه واحد ديو ان شاء الله، راه مطلوب مني باش نطلع الوهران، وغادي ندير معاه ان ديو ان شاء الله، الا كان
كان الوقت فيستيفال دوراي. بالنسبه لي انا احترامات لديك الجمعيه اللي كتستدعيني، واخا كتستدعيني يعني غير بالسيق ويعني مازال ما استدعوني انايا. كنت ناعس في دارنا وصونوا لي في التليفون وقالوا لي اجي تغني. نو ما كايناش هذه، يعني دائما انا خاصني اما نرغب اما ندير اما نفعل، ولكن انا كاع هادشي اللي كنديرو كنديرو انا للجمهور، على خوتي دوك الناس المقهورين بحالي ودوك الناس اللي حاسين بالحقره نتاع هاد البلاد. يعني انا كنبغي ديك الطاقة ديال أنايا راني عاد هادي نغني، أنني عاد جديد، أنايا راني عاد جديد، وأنا هو الذي نقدر الريجل لا ميوزيك في المغرب. علاش؟ أنا الذي نقدر نتكلم، يعني نتكلم. أنا عندي عرض كنحشم على العرض ديالي، عندي عائلة، عندي ما، عندي خوتي، عندي بزاف تاع الناس اللي ما كنقدرش نطيح الهضرة قدامهم. دونك وتانتوما العائلة الزوجة اللي ما تنقدر نطيح الهضرة، استدير غادي ننجح إن شاء الله.